بيبي. عمر ما جاش؟ عمر مات. بس ممكن تقعدي معانا لحد ما يصحى. تعالي. هاي. هاي. أبوك بيشتغل إيه يا دبور؟ حرامي. حرام؟ سرق إيه؟ 700 مليون جنيه. هو فين دلوقتي؟ المزرعة. عندكم مزرعة؟ سجن المزرعة، واخد 15 سنة. أمال أنت بتصرف من إيه؟ فلوس أبويا. أما أنت مش بتقول جوه السجن؟ هو في السجن فلوسه بره. أمال أنت بابا بيشتغل إيه؟ ده الشيك أنكل بابا هيثم. آه معاه في المزرعة. آه. وأنت أبوك بيشتغل إيه؟ أنت كده. فلة. أبوك بيشتغل إيه؟ فلة. صباح البزولة. اخبط دي. ايه دي يا دبور؟ اكسس مدعيز. اكسس ازاي يعني؟ ما هي ليلة كول زي دي، عايزة باور يا مورجان عشان تخش في المود وتبقى بويس دي بو. طب ايه؟ اوه اوعى تكون بتنام يا دبور، انا عندي محاضرة الصبح مع جيان مراد ودي حطاني في دماغها. تفتكر لنا حاجة عايزها يا مورجان، بلاش تفصلنا على الصبح. الحباية دي هتخليك ملك ولا ضبط على الدكر في موسم التزاوج. وبعدين يا مورجان انا استحال اذيك، انت انتيمي. انتيمك ازاي؟ ما تعترم نفسك يلا. مالها دي؟ مالها دي يا دبور؟ ماكسسه. مالها؟ ماكسسه. ماكسسه؟ بتعمل كده ليه انت؟ ماكسس. انت كمان ماكسس؟ انتوا الاثنين ماكسسين؟ مش معنى انا مش ماكسس. قلقتني عليك. وبعدين ايه الموكب ده كله؟ طب بابا عندنا محاضرة، ممكن مفتاح عربية؟ شيواوا 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 شيواوا. راح فين يا بابا؟ تبعنا في المحاضرة هنا. الإنسان كائن أخلاقي، هل يولد في هذه الدنيا وبداخله نوازع الخير أم إنه يكتسب ذلك من تأثره بالبيئة المحيطة به؟ يقول ويل جورانت في كتابه قصة الحضارة أن الأخلاقيات هي المهد الذي نشأت عليه كل الحضارات الإنسانية. انا كنت بقول ايه؟ بص الواوا. اتفضل اطلع بره. بره. بس كنت هاي بره. اجرام. مساء الخير. ده حسن. قلقتني يا استاذنا، الساعه 5 الصبح. خير ساعتك ايه؟ مش عارف اذاكر يا حسن.
عندي امتحان يوم الحد شافوي، مش فاهم ولا كلمه من اللي قدامي، كله بالانجليزي، وخايف اسقط يبقى شكل وحش قدام العيال. ان شاء الله ربنا ينور طريقك يا باشا. هو ساعتك عندك امتحان ايه؟ مش عارف، حتى اسم الماده مش عارف اقراه. هو اسم الماده كده كلمه مقلبظه وفيها حروف كتير، واللي هي تخلص من تيفيتيشنز دي. والعيال ولادي ولاد الكلب نازلين ضحي بره طول الليل بيضحوا. هتمتحن وهتجاوب وهتطلع الاول كمان. دكتور اسماعيل رئيس القسم يا باشا. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا اهلا، دي فرصة سعيدة. اهلا بيك يا فندم. نايس تو ميت يو مورجان بيه. ضروري طبعا. اهلا وسهلا. انا ما احبش قعدة المكاتب اصلي، تعال نقعد هنا على جنب عشان نعرف نتكلم مع بعض. اتفضل حضرتك هنا. اتفضل. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا 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 باستاذنا الكبير. اهلا وسهلا. طفل المعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم ان يكون رسولا. تسمح لي بيدك؟ تسمح لي اقبل يداك؟ انا دائما احب ان اقبل ايدي العلماء، لان العلماء هم الاساس بتوع كل حاجه. حضرتك بتاخد كام في الشهر؟ 20 سنه في التعليم الجامعي ويا دوبك 800 دولار. 800 دولار بعد 20 سنه في التعليم الجامعي؟ الله لا سعيد. عندك اولاد؟ اربعه. و800 دولار تشرب شاي بالياسمين؟ اشرب. Briefly discuss the major difference between ethnocentrism and culture relativism. Well, ethnocentrism involves judging others subjectively. Define xenophobia in a normal sociological system. Xenophobia is hostility towards foreigners. And you? What's your name? Yes, but sometimes no. What's your name? Yes, Morgan Ahmed Morgan. Excellent! Bravo! Dismiss! دكتور اسماعيل، أنا متأكدة إن النتيجة فيها غلط. مورجان ده لا يمكن يجيب امتياز، لا يمكن. أنت بتشككي في إيه يا دكتورة جيهان؟ عملية التصحيح بتتم عندنا بمنتهى الدقة والشفافية. الراجل ذاكر واجتهد، وأنا امتحنته بنفسي، ومش أنا لوحدي بس، في أستاذين غيري امتحنوه وادوا نفس التقدير. أنا بقترح يا فندم نعيد التصحيح. يا دكتورة جيهان، النتيجة طلعت واعتمدت خلاص، وأرجو إن الخلاف السياسي اللي بينك وبين الأستاذ مورجان أيام الانتخابات ما يأثرش على موقفك منه كطالب عندك في الكلية. فكوني لي في خيبتكم. مش مكسوفين من نفسيكم؟ الهانم جايب لي مقبول بالعافية، وحضرتك صعد في مادة، وأبوك اللي كنت مستعرين منه طلع بامتياز، طلع الأول على الدفعة كلها. فعلا يا بابا، انا ما كنتش مركز الفتره اللي فاتت دي، عشان كده ما عرفتش اجاوب. وش معنى انا؟ ما انا مرخوم في 60 حاجه.